جديد أهلا بحضراتكم. القروض بتثير الفزع في غرب اليابان، يمكن أصابت حتى الآن 42 شخص. خلينا نقول لحضراتكم بعض المعلومات ونستقرأها سويا. السلطات المحلية في مدينة يابانية ذكرت، يمكن هذه المدينة بتكثر فيها هجمات القردة، قالت إنها بتلجأ إلى استخدام مسدسات مخدرة في التعامل مع القروض اللي تسببت في إصابة كما ذكرنا 42 شخص في الأسابيع الأخيرة. يمكن بقينا نشوف قردة تحديدا من نوع المكاك اليابانية بشكل شائع في أنحاء كبيرة من اليابان، بقت خطر بالتأكيد في بعض المناطق، وأصبحت بتأكل المحاصيل، تدخل المنازل، وده بحسب وكالات أمريكية كثيرة. أيضا بقول القردة بيعملوا سلسلة من الهجمات في المدينة الموجودة غرب اليابان تحديدا. كان بيعاني يمكن كل الناس، أطفال وكبار، من إصابات بين خدوش وعضات من القردة المتهجمين عليهم. يمكن مسؤول محلي أيضا في المدينة قال إنه المدينة كلها محاطة بالقردة، ومش من النادر رؤية القرود كمان يعني إلى هذا الحد، لكن من النادر رؤية العدد يعني بهذا الشكل وبهذه الكمية من الهجمات في هذه الفترة الزمنية القصيرة. طيب خلينا نقول إنه كمان الإصابات من متوسطة إلى كبيرة حتى الآن، بس السلطات قالت إنها بتلجأ يعني للمسدسات زي ما قلنا المهدئة لما فشلت في إنها تمسك بأي قرد من هذه القرود المزعجة. كمان أضاف مسؤول في تصريحات إنه في البداية كان الأطفال والنساء بس هم اللي بيتعرضوا للهجوم، دلوقتي أصبح حتى الكبار السن، الرجال البالغين أيضا هم مستهدفين. المسؤولين ما كانوش يعرفوا إنه الهجمات دي حصلت من قرود كثيرة ولا من قرد واحد عنيف مثلا، يعني كان في بعض الحالات تدخل القرود عبر النوافذ أو بالانزلاق من الأبواب الأمامية، لكن الشرطة سجلت الهجمات الأولى في 8 يوليو تحديدا، بس ما عرفوش يعني زي ما قلت يصيدوا أي قرد حتى الآن. كانت القصة دي يمكن أهم قصة في عناوين الصحف اليابانية بالأكمل الأسابيع الأخيرة. يعني حتى الآن هذه الأعداد اللي موجودة يعني حاجة و40 قرد حتى الآن، لكن لا توجد أي أخبار أخرى غير اللي استقرأناها مع حضراتكم، ودي على لسان الصحف الأمريكية والصحف اليابانية. زي ما قلنا يمكن هذه الأخبار متصدرة العناوين الأسابيع الأخيرة. المزيد أكيد بنتابعه مع حضراتكم، لكن أترككم الآن في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.